قتل 4 أشخاص وأصيب 16 آخرون بهجوم انتحاري في منطقة الشعلة شمال غرب العاصمة العراقية بغداد. وجاء في بيان لمركز الإعلام الأمني أن مهاجما فجر حزاما ناسفا بعد محاصرته من قبل القوات الأمنية عند مدخل منتزه، ما أسفر عن مقتل وإصابة عدد من المدنيين. ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الهجوم الذي يعتبر الأول من نوعه في بغداد عقب الانتخابات. ويذكر أن منطقة الشعلة هي واحدة من أبرز معاقل التيار الصدري الفائز في الانتخابات العراقية.